بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا للسلسلة اللي بنتكلم فيها عن الطفولة، هنتكلم النهاردة عن مشكلة مهمة جدا، ونظرا لأهميتها هناخدها على حلقتين. هنتكلم عن مشكلة السرقة. النهاردة هناخد مفهوم السرقة وأسبابها، والحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن طرق الوقاية والعلاج من السرقة. طبعا انا بتكلم عن السرقه عند الاطفال. يعني ايه سرقه؟ السرقه دي هي محاوله الطفل انه يمتلك حاجه مش بتاعته، او محاوله الطفل انه يحصل على شيء بدون الاخرين ما يحسوا بيه، او بدون الاخرين ما يشعروا بيه. في بعض الاطفال يا جماعه بيكون فاهم جدا ان دي سرقه، والبعض الاخر ما بيكونش مدرك ان دي سرقه. طبعا رد فعلنا مع الاطفال، وده اللي هناخده في العلاج وفي طرق الوقايه، هو اللي ممكن يزود الموضوع ده عنده، يخليه ممتد لحد ما يكبر ويفضل مستمر دايما معاه، او يوصل لمرحله معينه، او يحصل مره او مرتين وبعد كده يتقطع. طبعا سلوك السرقه مش سلوك مقلق لو احنا اتعاملنا معاه وعالجناه صح. يعني حتى لو ده حصل عندك في البيت وانت مش عارف تتصرف ازاي، ممكن تلجا للاخصائي في المدرسه او تتواصل مع المدرسه. احنا بنقول ان السرقه طبعا حاجه بتسيبنا كلنا، بتزعجنا جدا، بس السرقه دي بيكون لها عده اسباب. اول سبب من الاسباب السرقه بيكون ان الطفل عنده نقص في حاجه معينه. يعني مثلا شاف لعبه معينه، او ما حد بياخد مصروفه وهو لا، او كده، فبيحاول يحصل على الشيء ده. نقص الشيء عنده هو اللي بيدفعه للسرقه، وهو مش ممكن يكون مش مدرك معنى كلمه السرقه، ولكن بيدفعه لمحاوله الحصول على الشيء ده. ده اول سبب في اسباب السرقه. تاني سبب للاسف الشديد بيكون مننا احنا، ان انا لما يجي ابني يقول لي انا كنت طالع عند طنط فوق وجبت الشيء الفلاني ده، او اخذت البونبونيه دي، فانا بقول له طيب يا حبيبي شاطر عادي. لا خالص خالص، لازم اقول له اطلع طلع ده لطنطه، او انا اقول لها قدامه ان فلان اخذ منك كذا، واعرفه ان اللي هو عمله ده غلط. او مثلا انا حصلت انا معايا شخصيا ان بنتي رجعت من المدرسه معاها حاجه في شنطتها مش بتاعتها، فانا الحمد لله بدور في الشنطه، طبعا هي كانت مخبيه عليا، يعني بدور في الشنطه فلقيت ده، قلت لها ايه ده جه منين، فلقيتها يعني وشها البادي لانجوج بتاعتها اتغيرت، فقالت لي ده بتاع ملك صاحبتي كده يعني، وهي حاسه هي عارفه هي ان هي كده. قلت لها لا ما ينفعش انت تاخديه، قالت يا ماما ما انا قلت لها، فقلت لها طب يا حبيبتي روحي وديه لها بكره، ولازم وتابعت مع الميس، وقلت للميس تقول لها يعني تتابع لي الموضوع في المدرسه من غير بنتي ما تعرف ان الميس عارفه، عشان طبعا ما تتعرضش لحاجات نفسيه مش كويسه. فللاسف سعادتنا احنا لما اولادنا بياخدوا حاجه او بيقولوا لنا، ده سبب من اسباب السرقه. ده تاني سبب. تالت سبب للاسف ان في بعض الاطفال يعني بيسرقوا عشان يقولوا انا اقوى، انا بعرف اعمل حاجه غيري ما بيعملهاش، او انا بقدر اخد حاجه من حد مش كل الناس بتقدر تعمل كده. طبعا ده سبب غلط جدا. انا طبعا مش بطول، انا بتكلم على الاسباب، وبعد كده هنتكلم على العلاج والوقايه. رابع سبب للاسف الشديد برضو، ممكن انا اعمل تصرف قدام ابني ان انا اخد حاجه من عند ماما، او اخد حاجه من عند اختي وابني معايا، يعني اسرقها، يعني زي ما اكون بسرقها، او اخدها من غير ما اقول مثلا لماما، هو يفهم غلط الولد او البنت، اخد الحاجه كده وانا ماشيه واحطها مثلا في الشنطه على طول، والولد لاني اخدتها من غير ما اقول لماما، ممكن انا قايلها قبل كده بس مش قدامه، فهو كده بيقلدني، هيعمل نفس السلوك ده بعد كده زي، برغم ان هو ممكن يبقى مش فاهمه صح، او اكون انا قصده برضو عاملاه، يعني اكون انا اصلا سرقت الحاجه دي، فشيء طبيعي للاسف الشديد ان هو هيقلدني. ده سبب من الاسباب المهمه جدا. اخر سبب ممكن يكون دافع السرقه للطفل بسبب ضغط معين عليه، يعني حد قلل منه في حاجه، فهو عاوز يثبت ان هو لا انا مش قليل، فياخد حاجه زي دي. او يكون مثلا للاسف يعني من كتر الواحد ما بيقرا، انا اكتشفت ان ممكن الدافع مثلا الطفل للسرقه وجود طفل جديد مثلا جه. تخيلوا حضراتكم ان مجرد ان جاله اخ جديد او كده، فهو حس ان هو شويه، طبعا احنا بنشيل الجديد وكده، فحس شويه ان هو مهمش، فبيروح ايه عامل حاجه زي كده، وبيبقى بيسرق، وممكن بيورينا ان هو بيسرق بس علشان ايه يلفت انتباهنا او كده. طبعا دي في عجاله كده اسباب مفهوم السرقه واسبابها، وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل الوقايه والعلاج. شكرا لحضراتكم.